اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهارده، نجمنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه سعيد علي. مساء الفل عليك يا سعد. مساء النور عليك يا كابتن هاني، اهلا بيك، منور بوجودك دايما يا كابتن. ربنا يخليك. عندنا حلقه النهارده دسمه، عندنا حاجات كتيره هنتكلم عليها، وخاصه نجمنا الكبير محمد صلاح، ليفربول، الدوري الانجليزي، وكمان عندنا جزء مهم جدا كمان على مستوى البطوله الافريقيه. الحقيقه كل الشكر للفريق الاعداد هنا في المحترف، بصراحه لغايه دلوقتي اعتقد احنا قدمنا فرقتين، يعني قدمنا كل المراكز، قدمنا كل الاعمار، الولاد الصغيرين يمكن في 17 في 18، وصلنا ل 20 21 كل المراكز في اعتقد دول كثيره جدا جدا على مستوى اوروبا. نتمنى ان شاء الله استغلال هذه المواهب باذن الله. سعيد برحب بيك مره ثانيه، وزي ما بقول لك يمكن مهم جدا جدا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا وخاصه النهارده كمان سافر المنتخب الاولمبي لبدايه مشوار لتصفيات الافريقيه المؤهله للاولمبياد. مهم جدا كمان المنتخب الاولمبي، قبل ما نخش في ملفاتنا مهم جدا المنتخب الاولمبي وتواصل الاجيال وخلق فرص جديده لمواهب يعني بتمثل على المستوى المنتخب الاول بشكل اكبر يعني. صحيح، هو الكابتن طبيعي او حقيقي فعلا تسليط الضوء على المواهب المصريه في الملاعب الاوروبيه شيء مهم جدا، واعتقد ان احنا يعني جنينا ثماره في السنوات الاخيره، وابتدينا نشوف اكتر من نموذج ناجح. يمكن الميركاتو الصيفي المره دي بالتحديد كان في انديه كتير جدا مهتمه بلاعبين شباب مصريين متواجدين في دوريات اوروبيه، فاعتقد انه اضافه مهمه وعمل مهم جدا وهيفيد الكره المصريه في الفترات اللي جايه. وزي ما حضرتك قلت بالطبع المنتخبات في السن الاقل بتبقى العمل الكشفي صعب شويه، وخاصه لما يكون الموضوع متعلق بلاعبين بيلعبوا في دوريات اوروبيه ما عندناش ماده ليها وما عندناش قدره على متابعتها بشكل جيد، فبالتالي انت بتقوم بدور مهم جدا في مساعده منتخبات الناشئين والمنتخب الاولمبي اللي ان شاء الله زي ما انت ذكرت يا كابتن عنده تحدي كبير، والاهميه بتاتي من ان فعليا المنتخب الاول في مرحله استبدال عناصر كتير، في مرحله بيفتقد فيها العناصر، تجاوزت ال 30 وتبتدي تخرج. صحيح. فمهم ان انت تجهز عناصر جديده ان شاء الله لاستمراريه الفريق واستمراريه الاجيال ان شاء الله. ده مهم جدا جدا في اطار يعني زي ما بنقول تكوين كل دوت مجهودات عشان تبقى عندك منتخب قوي، منتخب صحيح. عنده لعيبه محترفه بشكل كبير. الواحد الحقيقه فخور بمنتخبنا وكل حاجه، ولكن لما بيبص لبعض المنتخبات اللي سبقتنا، يعني ايام ما كنت بلعب احنا كنا يعني منتخب السنغال كان اقل، منتخب الكاميرون، نيجيريا، غانا، المنتخبات دي غير طبعا الاسماء اللي كانت ما بين قوسين يعني التصنيف رابع وخامس دلوقتي سبقت بشكل كبير. فمهم جدا التركيز على اللعيبه دول، التركيز صحيح. على منتخبنا من خلال المراحل السنيه اللي قبليه. صحيح طبعا كابتن، يمكن بشوف ان احنا زي ما انت حضرتك ذكرت وقلت في عهدك وبعدها بشويه كنا بنشوف دايما منتخب مصر بيقدم امام اقوى منتخبات افريقيا اداء قوي جدا جدا، مش بس على مستوى النتائج لا على مستوى الاداء. احنا كنا قادرين طوال الوقت نفرض الشخصيه المصريه امام الجميع، لكن في العشر سنوات الاخيره احنا افتقدنا ده جدا، افتقدنا هويتنا كمنتخب مصري قادر على تقديم افضل كره داخل القاره السمراء وبتقديم كره قدم جميله، ده ما بقاش متواجد في السنين الاخيره، وحتى على مستوى النتائج تراجعنا بشكل كبير جدا. فمهم فعليا ان احنا نبدا ندخل عناصر جديده بمفهوم جديد عن كره القدم وعن تكتيك كره القدم وعن التغييرات الكتير اللي حصلت. بشوف ان احنا مؤخرا ابتدينا نعمل ده بشكل نسبي، لكن هيحتاج بعض الوقت علشان نقدر نشكل، لان زي ما انت قلت الموضوع بيبتدي من تحت، وتشتغل على الناشئين وتبتدي على المنتخبات في سن متقدم عشان تقدر في النهايه تصل الى منتخب متكامل. ويمكن التجربه دي اخذناها بشكل جيد جدا من منظومه كره اليد المصريه اللي قدرت تعمل ده من خلال ثلاث منتخبات ناشئين وشباب واولمبي، في النهايه انتجت لنا منتخب اول قوي جدا جدا كان قادر يكون اول عالم لولا التوفيق في مباراه الدنمارك الشهيره. فبالتالي مهم قوي ان احنا نستنسخ هذه التجربه الاداريه العظيمه من كره اليد لكره القدم عشان نقدر نشوف منتخب قوي قادر على التنافس. انا بتفق معاك تماما، لان هذه المنظومه ماشيه بقالها سنوات في اطار علمي بشكل كبير جدا. صحيح. وتنظيمي بشكل كبير جدا وثماره باينه للجميع يعني. صحيح. طيب الاثنين اللي فات كان يمكن في حلقتنا وخلصنا على الساعه 8 يعني 9 الا ربع كده، وكان بدايه طبعا جوائز البلندور. صحيح. الجائزه الكره الذهبيه لافضل لاعب في العالم وبعض الجوائز الاخرى. تابعت الحفل دوت وشفت توزيع الجوائز ازاي؟ طبعا باستثناء كريم بنزيما، لكن عامه
شفت الملامح الحفله دي ازاي؟ هو يمكن خلينا نقول دايما الكره الذهبيه وجائزه الكره الذهبيه يا كابتن بيكون حواليها كثير من الجدل والاثاره، وطبيعي جدا ان ولا مره هتلاقي فيه اتفاق، هتلاقي دايما طوال الوقت خلاف ان ما كانش عن صاحب الكره الذهبيه عن ترتيب افضل اللاعبين. يمكن كمان كان ظهور صلاح في الترتيب الخامس كانت مفاجاه للناس كلها، لان محمد صلاح لفتره متقدمه من الموسم الماضي كان المتنافس الاول مع كريم بنزيما على الكره الذهبيه، وارقامه الفرديه بتقول ان هو كان متفوق جدا عن كل المتنافسين، فكان ظهوره في الترتيب الخامس مفاجئ بالنسبه لنا ومفاجئ ايضا للصحافه العالميه. لكن في النهايه خلينا اقول ان 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 تتويج كريم بنزيما في نهايه الحفله وفي نهايه اليوم كان استحقاق حواليه اجماع ما حصلش من سنين طويله جدا، يعني حتى في عهد تتويجات ميسي وكريستيانو رونالدو كان بتحصل حاله دايما بتقول لا ميسي هياخد، لا حتى لو رونالدو صحيح. خد لا ده ميسي الافضل، وميسي خد يقول لك لا كان رونالدو كان العمليه الى حد ما فيها صحيح. جدال ما فيش اللي هو خلاص يعني كل بالزبط. يعني اتفق على برافو صحيح يا كابتن. والاجمل في النسخه دي فعليا ان يعني في شبه مش بس اتفاق على الاداء، لا اتفاق على شخص كريم بنزيما وعلى مسيرته وعلى سيرته. طبعا بلندور ما بين الاشاده وبعض الانتقادات على مستوى الترتيب بالنسبه للجوائز، كمان على الجوائز المستحقه لبعض اللاعبين اللي كانوا خارج السباق بشكل او باخر. خلينا نبدا بنجمنا الكبير محمد صلاح. تمام. محمد صلاح في المركز الخامس، انت شايف انه يعني ترتيب ظالم جدا وترتيب بعيد لا يعبر عن موسم محمد صلاح مع ليفربول بالتحديد، لانه قدم موسم على المستوى الفردي سواء على التسجيل سواء الفعاليه المتعلقه بالتسجيل او صناعه الاهداف، كان موسم رائع جدا جدا لمحمد صلاح. اعتقد انه كان يستحق ان يكون في ترتيب متقدم، وكان يستحق ان يكون خلف كريم بنزيما في المرتبه التاليه. لكن ربما نتائج المنتخبات او بطوله امم افريقيا اثرت على ترتيب محمد صلاح واثرت على عاطفه المصوت نفسه، اللي بيصوت نفسه يعني شايف ان هو ممكن ساديو ماني يستحق بسبب ما قدمه مع منتخب السنغال، لكن على المستوى الفردي محمد صلاح كان ضحيه منتخب مصر، كان ضحيه نتائج منتخب مصر، كان ضحيه الاسلوب الخططي اللي احنا اتبعناه واللي ما كانش بيخدم اي مهاجم ولا بيخدم محمد صلاح، لكن على المستوى الفردي هو قدم افضل ما لديه وقدم واحد من اروع وافضل المواسم في كل شيء بعيدا عن الصناعه بعيدا عن التهديف. هنكمل حديثنا عن محمد صلاح، ولكن كمان معانا تليفون مهم جدا من طبعا رئيس بعثتنا هناك بعثه النادي الاهلي لكره اليد في كاس العالم للانديه مهندس محمد سراج الدين، علشان نقول له مبروك ويقول لبعثتنا مبروك على الفوز الكبير لفريق كره اليد على بنفيكا والوصول لنص نهائي المونديال. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير حضرتك. الحمد لله تمام، الف 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 مبروك. الحمد لله محمد، معلش الصوت بيقطع شويه، اتحرك بس كده عشان التليفون بيقطع، الصوت مش واصل كويس. كده تمام 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 يا كابتن. الحمد لله الرجاله قدوا عليهم النهارده وربنا كرمنا بالفوز الحمد لله. محمد طيب هنحاول تاني يرجع لنا تاني، لان بصراحه انجاز كبير جدا جدا فوز على فريق كبير زي بنفيكا والوصول للنصف نهائي المونديال لفريق كره اليد. ولسه طبعا سعيد بيتكلم على منظومه كره اليد اللي من ضمنها ده طبعا النادي الاهلي، فانجاز كمان كبير النهارده، كان مباراه مثيره جدا، فارق نقطة واحدة أو فارق هدف واحد عن فريق كبير زي بنفيكا. يعني مباراة رجعتنا لمشاعر جميلة نفتقدها من وقت طويل جدا، فكرة هوية وروح النادي الأهلي اللي بتعبر عن اسمه واللي بتظهر في أوقات صعبة فعلا حسيناها النهاردة، واحتفلنا يعني في كل لحظة من المباراة كنا قد إيه بنتفاعل مع اللي بيقدمه لاعبتنا في حقيقة. طبعا اللي حصل النهاردة أنا بشوفه وإن شاء الله نتوج بميدالية علشان يكون تتويج لجهد كبير قامت بيه الإدارة في ملف الألعاب الأخرى، وللاسف الشديد لم نكن موفقين في اوقات كتير، يعني فعليا احنا في ملف الالعاب الاخرى النادي الاهلي حصل طفره كبيره جدا وتدعيمات على كل المستويات وعمل مخطط، لكن النتائج في الموسم الاخير ما كانتش معبره عن اللي حصل ده، لكن اتمنى السنوات الجايه وارد سعيد انك بتعمل بلاننج على اعلى صحيح. مستوى
وده اللي عايزين الناس تدركه. وبعدين صحيح اللي عايز بطوله صح. يعني وارد في التحضير النهارده بنشوف فريق اليد قريب جدا من انجاز تاريخي، بنشوف فريق الباسكت بيقدم ايه في كل المناسبات وكل البطولات واخرها البطوله العربيه وايضا فريق الطايره. فانا بشوف ان احنا ان شاء الله هذا الموسم يكون تتويج للعمل الكبير اللي احنا قمنا بيه في السنوات الاخيره وفي ملف الصالات، لان زي ما قلت كابتن فعليا لم نكن موفقين رغم ان احنا كنا بنقدم افضل شيء طول الوقت. طب تعالى نرجع تاني للمهندس محمد سراج. محمد بنقول لك تاني مبروك، وزي يمكن سعيد ما بيتكلم ان النادي الاهلي كان عنده مهتم جدا جدا اكيد بكره القدم، ولكن الالعاب الاخرى على راسها كره اليد وكره السله في مخطط احترافي هايل جدا ماشيين بخطوات رائعه، والنهارده اكبر دليل على ان يعني كره اليد في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون في التوب ليفل ودايما مشرفه النادي على جميع المستويات. حبيبي يا كابتن هاني والله، وشكرا لكلام حضرتك، وفعلا يعني ده اللي ماشي بيه النادي الاهلي والتطور والرؤيه اللي ماشي بيها مجلس الاداره، ان يبقى في دعم لكل الالعاب مش كره القدم فقط. يعني الحمد لله حصل طفره في كره السله يمكن خلال العامين الماضيين، وباذن الله احنا برضو عندنا نفس المخطط ده لتدعيم كره اليد. ويعني الحمد لله عندنا شباب ورجاله على روح عاليه وعلى كفاءه وفنيات عاليه، اعتقد ظهرت في البطوله دي لما خدوا الحافز النفسي والمعنوي ودفع الجمهور، ظهرت يعني امكانياتهم الحقيقيه في البطوله. يعني الحمد لله هكلمك على جزئين انت يمكن ذكرتهم، الروح المعنويه العاليه ودور الجماهير. دور الجماهير ما بتبقاش بس في كره القدم، اي حته يتواجد فيها تيشيرت النادي الاهلي اي لعبه بيكون الداعم الاساسي والداعم الاقوى هي جماهير النادي الاهلي. شفت كمان المسانده وحضور جماهير النادي الاهلي ازاي يا محمد؟ لا الحقيقه من اول يوم يا كابتن هاني جينا فيه هنا، ومن قبل ما نوصل حتى والناس يوم بعد يوم يعني، فلعيبه طبعا من الاهلي اليوم انا بتكلم معاهم يوم يعني الحمد لله في التاريخ. اتحرك يمين او شمال شويه يا محمد عشان نسمعك كويس. في الجزء الحافز النفسي يعني والمعنوي، والحمد لله يعني هم مستجيبين وعندهم شعور كبير بالدعم الجمهور سواء من جوه مصر او من الصادق. احنا كمان متابعين مجهوداتك يا محمد كمان على مستوى عمليه اي مشاكل، هو ما فيش مشاكل لكن طبعا اي عراقيل انت بتحلها بشكل اكتر من احترافي، وبتتعاون كثيرا مع الجماهير لوجودها داخل صاله المباريات، طبعا مجهود تشكر عليه. ولكن كمان خلينا نتكلم على وجود الكابتن محمود الخطيب النهارده في المباراه وتاثيره الايجابي اكيد على الفرقه. طبعا يعني انا بلغتهم من امبارح يعني ان الكابتن هيكون داعم ليهم في المباراه وهيكون موجود بكره، وهو جاي النهارده فعلا الماتش. وطبعا اللعيبه اكيد ده داعم حافز معنوي كبير، وحتى الجمهور يعني كله كان سعيد جدا بوجود كابتن محمود الخطيب. يمكن اول ما دخل الصاله يعني كان في يعني هتافات قويه جدا ليه من كل جماهير النادي الاهلي. الناس كلها كانت سعيده بتواجده النهارده، والحمد لله كل شيء مشي كويس الحمد لله. طيب كمان عايزين نبارك لطبعا كابتن ياسر لبيب طبعا يعني يعني طبعا عريس ورئيس رئيس القطاع والمسؤول عن كره اليد في النادي الاهلي، بنقول له كمان الف مبروك كابتن ياسر. طبعا حالا هو معاك. طيب كابتن ياسر. ألو كابتن ياسر، ألف مبروك. الله يبارك فيك، ازيك يا كابتن هاني؟ أهلا بيك طبعا، منورنا وصوتك منور على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج المحترف. وهاخد من كلمة المحترف إن ما شاء الله ملف كرة القدم في النادي الأهلي بيدار باحترافية كبيرة تحت طبعا إشراف حضرتك. شفت المكسب ده قد إيه مهم لفرقتنا النهاردة؟ لا تاني ما سمعتش كده بعد إذنك. طبعا انا بتكلم على اهميه الفوز بهذه المباراه الكبيره، وكانت وملف كره اليد بالنسبه للنادي الاهلي ماشي بشكل اكتر من رائع تحت طبعا اشرافك، لكن كان مهم جدا النهارده الفوز في هذه المباراه. شفت المباراه دي ازاي؟ والله طبعا الحمد لله، يعني بالنسبه لاداره الملف نفسه احنا ماشيين كله بالتوازي، يعني شغالين تحت وفوق والحمد لله، بنحاول نطور في جميع القطاعات طبعا. لكن مباراه النهارده كان ليها اهميه كبيره، وخاصة بعد الإخفاق اللي حصل في تونس. صحيح. وطبعا يعني رغم إن الفريق قدم مباراة كبيرة قدام الزمالك،
السيمي فاينل، ورغم ان احنا فزنا على الفريقين اللي فازوا بالبطوله سواء الترجي او الافريقي، ولكن الفوز النهارده ده كان ليه يعني طعم تاني وليه اهميه كبيره معنويا اكتر من اي حاجه تانية. اكيد الدفعه أكيد. بتاعت النهارده دي ممكن تخلينا ان شاء الله نروح لابعد من كده. النصف النهائي بالنسبه للمونديال كره اليد هنلاعب مين ان شاء الله في النصف النهائي يا كابتن؟ احنا هنلعب لسه السيمي فاينل مع ماكتبورغ الالماني. الالماني اكيد طبعا على مستوى المانيا كمان كره اليد والانديه الالمانيه في كره اليد مستواها كمان مستواها رائع اكيد. والله يا كابتن احنا النهارده فريق بنفيكا دي بطل اوروبا، يعني بطل اوروبا كلها اوروبا ليج صحيح. وعندنا برشلونه بطل الدوري الاوروبي وكيلسي فرقه كبيره جدا، فاحنا النهارده الخطوه اللي خدناها النهارده دي يعني ان احنا نفوز على بنفيكا واحده من ابطال اوروبا دي حاجه كبيره جدا. يعني يعتبر احنا الفريق النادي الاهلي هو الفريق الوحيد اللي من خارج اوروبا في المربع الذهبي لكاس العالم في كره اليد للانديه ده طبعا كمان شرف وحاجه لازم نكون فخورين بيها، والنادي الاهلي الوحيد النادي العربي ضمن ثلاث فرق على مستوى اوروبا. ان شاء الله باذن الله نوعد جماهيرنا بكاس العالم، نوعده بالميداليه الذهبيه ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله ربنا ييسر يعني ان شاء الله نكسب بس الماتش الجاي ان شاء الله خطوه خطوه بالظبط كده. وصراحه يعني هم الاولاد مركزين وهم يعني وعندهم حماس كبير ان هم يوصلوا لابعد مدى ان شاء الله. لا ان شاء الله، واحنا كمان من خلال برنامج المحترف بنقول لكم الف مبروك ووصل مبروك ديت للعيبه، وقول لهم منتظرين كمان ان شاء الله الافضل والوصول للمباراه النهائيه. الكابتن ياسر بنشكرك شكرا جزيلا، الف مبروك الف مبروك ليك وتحياتي للبعثه كلها، شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا كابتن، شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. مهم برضو يعني أكيد. مهم هو الحدث الاهم وهو الحدث الطاغي على اليوم والسوشيال ميديا، وانجاز فريد وانجاز عظيم جدا جدا، وامتداد لنسخه الاهلي العظيم اللي كان دايما بتفرحنا في اليابان، حاجه اشبه بيها كده، انك فعلا مش مجرد انجاز عادي، مش بتكسب فريق عربي ولا فريق خليجي، لا انت بتكسب بطل يوروبا ليج، بتواجه واحد من افضل الفرق في اوروبا، مباراه كانت صعبه ومعقده جدا، لكن اظهر الاهلي قد ايه هو يمتلك شخصيه البطل وقدرته على التنافسيه في مستوى عالي جدا. مظبوط. فكان مهم جدا يظهر ده، ومهم ان النادي جمهور النادي الاهلي يعيش الحاله دي. صحيح. احنا فعلا مفتقدينها من فتره، وده حاجه مهمه جدا جدا ان شاء الله تتم. بس انا اوعدك ان شاء الله الحاله دي كمان على مستوى كره القدم بما يقدمه النادي الاهلي في بدايات مشواره الاحتراف مشواره على مستوى افريقيا او على مستوى الدوري ان شاء الله نشوف حاجه كويسه. طيب نرجع للبلندور مره ثانيه، زي ما بقول لك يعني بعض الانتقادات كمان على جايزه افضل لاعب شاب على مستوى العالم، واللي طبعا جافي لاعب برشلونه فاز بيها، بعض يعني بعض النقاد والرياضيين وبعض المدربين قال لك يعني اعتقد بلينغهام كان يستحقها افضل منه، يعني لاعب دورتموند يعني. يمكن هو جافي نفسه فوجئ بانه بيتوج بجائزه، يعني هو انا جاي احضر معاكم الحفل واتصور معاكم، لكن فوجئت الناس بتنادي عليا ان انا افضل لاعب في العالم، افضل لاعب شاب في العالم. فبالتاكيد هي جائزه فيها كثير من التوازن، التوازن في توزيع الجوائز، توازن ان احنا يعني لازم برشلونه بيكرم بشيء ما فمن خلال جافي، لكن بالتاكيد كنت بشوف بلينجهام يستحقها اكتر وقدم موسم هايل جدا جدا. جمال موسيالا طبعا، موسيالا طبعا بيقدم يعني بيقدم يعني يعني بيأدي اداء رائع مع البايرن، وحتى على مستوى منتخب المانيا لعيب رائع يعني. صحيح بشوفهم كانوا اكثر استحقاقا بالجائزه، لكن لعبه التوازنات ما زالت متحكمه وما زالت متواجده، وان كانت يعني ربما بتتراجع بعض الشيء بعد تغيير معايير التصويت ومعايير الكره الذهبيه، فربما بقى من يعني نشوف في الموسم المقبل توازن اكبر او نشوف عداله اكبر وتغيير الشكل اللي حصل، لان فعليا هذه الجائزه كان فيها مجامله واضحه جدا جدا ومحاوله لايجاد مكانه لبرشلونه في هذا الحفل. صحيح. ده على مستوى البالندور. خلينا نتكلم، ويمكن انا وانت متفقين ان خطوات النادي الاهلي الاولى على مستوى المشوار الافريقي يعني كانت مبشرة جدا، كمان على مستوى الدوري مبشرة جدا.
هتكلم معاك، لكن بعد الفاصل هتكلم مع سعيد في نقطة مهمة جدا كمان، مشوار النادي الأهلي من خلال ال 11 إن شاء الله يا أهلي، والمشوار الأفريقي هنتعرف على كل دوت على المجموعات، ونتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن هذه البطولة المفضلة للنادي الأهلي وجماهيره بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية سعيد، عايزين نتكلم أنا وأنت على بداية النادي الأهلي مشواره الأفريقي وفوز خارج الديار وفوز في القاهرة على نادي بحجم اتحاد نستيري التونسي، شايف ده وتبعياته وأثاره لمشوار النادي الأهلي على مستوى الأفريقي؟ هو في الحقيقة كابتن خليني أقول لي بداية مارسيل كولر ادتنا انطباع مبكر ان احنا قدام عمل منظم، عمل منظم بمعنى ان احنا مع راجل بيمتلك سيستم عمل، شخصيته واضحه في هذا التنظيم، مش سايب حاجه للارتجاليه او للعشوائيه او للظروف، تقدر تلمس ده من خلال من بدايته سواء مع الاتحاد المنستيري بره ثم مباراه القاهره، قدرتك على الضغط على المنافس، قدرتك على التحكم الكامل في المباراه، افكارك في الخروج بالكوره، ضغطك على الخصم، حتى تسجيل الاهداف، شفت من 5 اهداف سجلتهم 3 من كرات ثابته بشكل اتكرر، افكار متفقه عليها وتحركات بتتم بشكل معين، فده بيكشف لك ان الراجل ده مش بيسيب حاجه للظروف. يمكن انا بشوف مارسيل كولر مدير فني يميل اكثر الى مدرسه الواقعيه، هو رجل بيروح لافكار متوازنه شويه، ما بيفضلش المغامرة أو الاندفاع، لكنه بيميل إلى المدرسة اللي فيها بعض الصبر، قادر يفرض أسلوبه في أي مكان. حصل في 3 مباريات صحيح أننا ما نقدرش نصدر حكم مطلق ونقول أكيد أنه خلاص، لكن باين قوي أو كولر من الأشخاص اللي خليني أقول عليه الجواب بيبان من عنوانه أن أنا قدام راجل بيخطط بيذاكر بيشتغل على التفاصيل، حتى في اختياراته للتشكيل والعناصر هو بيعكس لك هو عايز ايه. يعني مثلا على سبيل المثال لما تبص على ثنائيه محمد عبد المنعم محمود متولي في قلب الدفاع، فيقول لك ان ده راجل بيفكر ازاي يخرج من الكره من تحت، ازاي بقى عنده ناس اذكياء في عمليه البناء وحتى في عمليه التوقع وصد التحولات او الارتداد اللي بيعمله الخصم او المنافس. لما تشوف التركيبه الهجوميه هو دايما بيدور على اللاعب الوسط مثلا او صانع الالعاب اللي يكون اقرب للمرمى، يعني اصراره حتى هذه اللحظه على برونو سافيو في مركز العشرة او المهاجم المتاخر، ده عشان هو دايما بيحاول ينهي الهجمه بشكل مبكر، يعني مش بيحب الاستحواذ السلبي كتير، ان هو ازاي اصل الثلث الاخير ثم اجد موقف يخليني انهي الهجمه، سواء من ان برونو سافيو يتحول لمهاجم ثاني مع المهاجم الاساسي او ان انا اخلق موقف للتسديد. فبين افكاره قوي انه راجل منظم بيتكلم على الكرات الثابته. وانت زي ما بتقول من 5 اهداف احرزنا 3 اهداف من كرات ثابته، ده كمان سلاح اعتقد هو اهتم بيه، وعندنا كمان يعني دايما صحيح. يكون عندك الامكانيات، عندك القدره على صناعه الفارق خاصه الكرات الثابته، وبالتالي ده جزء مهم اشتغل عليه في خلال الفتره اللي فاتت. ده شيء عظيم جدا، وواحد من اهم العوامل اللي بتحسم بطولات وبتوجهها وبتغير كفتها. يمكن ليفربول الموسم الماضي عانى كتير جدا، واكتر من 15 مباراه بيحسبها بضربات ركنيه فقط. شفنا نادي الزمالك في هذا الموسم او في الموسم الماضي بضربات ركنيه تفوق بشكل كبير جدا، كانت مباريات متعقده وبيفتتحها وبيسجل وبيخطف بطوله بضربات ركنيه فقط، فالتفاصيل الصغيره دي بتصنع بطوله. مانشستر سيتي قدر يطور نفسه في الكرات الثابته الموسم الماضي واصبح افضل نادي انجليزي يسجل من كرات ثابته، كان يفتقد لهذا العنصر. الكرات الثابته عامل مهم جدا، ليه؟ لان بيخليك مش مطالب انك تكون في افضل حال عشان تكسب مباراه او عشان تكسب بطوله، ربما ما تكونش في افضل حال وتقدر من خلال دي تكسب. لما بتواجه تكتلات صعبه انت بتحتاج الى العمل الاستثنائي، العمل الاستثنائي ممكن يقوم بفرد، ممكن يقوم بمدرب، الفرد اللي هو بيعمل عمل ارتجالي عظيم في انه يراوغ واحده واثنين او يشوط من مكان صعب فبيسجل، او عمل للمدرب ان هو بيخلق الحاله دي نقدر يسجل من كره ثابته او يسجل من ضربه ركنيه سواء او ضربه حره مباشره. فده حصل مع مارسيل كولر بشكل مبكر، يعني احنا قدام الاتحاد المنستيري في مباراه الذهاب، الكره الاولى ازاي اتفرغت المساحه لبرونو سافيو قبل ال6 يارده، فعمل كره خطيره جدا جدا طلعها الحارس، ثم تكررت في نهايه المباراه لمحمد عبد المنعم بشكل معين قدر يسجل بيها، وفي الاياب سجلنا مرتين. واحنا الحقيقه يعني الحقيقه عندنا كنز استراتيجي في اللاعبين اللي بيغيدوا اللعب بالراسيات، يعني محمد عبد المنعم لاعب يكسبك بطولات،
يعني محمد عبد المنعم واثبت ده كمان من خلال منتخب مصر، يعني حتى اثبت ده من خلال منتخب مصر مع منتخب مصر في بطوله افريقيا نفس السيناريو، يعني اللي هو انت في الوقت كنت بتواجه التكتلات العشره والمنظومه الدفاعيه الصعبه جدا جدا قدام خصوم مش مهم يكونوا اقوياء، لكن كان محمد عبد المنعم هو اللي بيجي بالحل الاستثنائي. محمد عبد المنعم ذكي جدا في التحركات، ذكي جدا في التايمنج، خلاص هي في ناس كده بمعرفين عنده التالنت دوت يعني بالظبط بيتمرن اكيد عليها، لكن عنده كمان عنده التالنت موجود صحيح. زي ما انت شرحت كده كابتن، وكمان عندنا حمدي فتحي. حمدي فتحي واحد من افضل اللعيبه داخل القاره اللي بيويدوا التايمنج واختيار التوقيت اللي بيروح فيه والتوجيه. طب خليني اسالك على التغييره بتاعت كريم فؤاد، خروج عبد القادر ونزول كريم فؤاد في مباراه النادي الاسماعيلي. انا قلت ده يعني انا شايفه انه عارف التفاصيل لامكانيات كل لاعب، وانا احب دايما المدرب اللي هو مش تغييره مركز بمركز، يعني صحيح. كريم اطلع اكرم ونزل، لا هي ليها مغزى معين وليها ليها شكل معين وليه واجب معين تكتيكي صحيح شفناه من خلال المباراه. يعني سيبك انه عمل كمان الاسيست بتاع الجول، لكن الناحيه الهجوميه ووصل ل 18 بشكل مباشر وبقى في شكل مختلف صحيح للحاله الهجوميه للنادي الاهلي بعد نزول كريم وشادي كمان صحيح. يعني انا خليني اقول يا كابتن ان كولر بيثبت من وقت للتاني انه هو مش جاي حافظ او اتفرج على تقرير او على مجموعه فيديوهات فبيطبق ده، لا هو زي ما انت قلت هو بيشتغل على التفاصيل الصغيره وبيشوف امكانيات لعيبه وبيعيد استكشاف قدرات اللاعبين من جديد وبيوظفهم بما يتوافق مع افكاره والتكتيك الخاص بيه وحتى ظروف المباريات. يعني هو شوف ظروف الماتش كانت ماشيه ازاي فقدر يدخل كريم زي ما انت وضحت هو وشادي وعملوا التحول. فانا اعتقد ان ده مهم جدا انك تبقى بتمتلك مدرب مرن قادر على التعامل مع الظروف. احنا كان عندنا مشكله في وقت من الاوقات مع اداره المباريات نفسها، ازاي تعمل تبديلات في توقيت معين لما النتيجه بتتاخر في تسجيل الهدف، ازاي بتفك التكتلات. كان عندنا ازمه دايما في تايمنج التغيير ونوعيه التغيير كانت بتحصل في اوقات كثيره. غير التغيير طبعا خلاص ماجد بيرج الالماني طبعا هو الفريق ان شاء الله اللي هيقابل النادي الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه، كل التوفيق ان شاء الله لنادينا الكبير. المباراه ان شاء الله هتكون يوم السبت وباذن الله تكون خطوه للوصول للمباراه النهائيه، كل التوفيق يعني. صحيح. طيب هكمل معاك سعيد، لكن كمان معانا عبر سكايب طبعا كمان ضيف عنده خبرات على مستوى الدوري الافريقي او بطوله افريقيا، طبعا المدير معانا مدرب ارنولد طبعا الجنوب افريقي، وكان كان مساعد المدرب لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي. بنقول لك مساء الخير فادلو، مساء الخير عليك فادلو ديفيز، بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ديفيز معانا؟ صوت واصل ولا؟ شكرا جزيلا على استضافتي على قناه النادي الاهلي. بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. من خلال خبراتك على مستوى دوري الابطال الافريقي، شايف رؤيتك لدور المجموعات في طبعا بطوله افريقيا القادمه، وكمان الدور المهم اللي طبعا بنتكلم على جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا كانت بتشكل في يوم من الايام عن طريق طبعا انديتها من الانديه المصنفه للحصول على هذه البطوله. شفت ازاي ال 16 فريق اللي وصلوا لدور المجموعات في دوري الابطال الافريقي؟ نعم انا فقط مصدوم قليلا من خروج تيبي مازيمبي من البطوله، لكن الان لديك الترجي، لديك الاهلي، لديك الوداد، لديك الزمالك. اعتقد ان السيطره ستكون مره اخرى لدول شمال افريقيا، ولكن اعتقد ان دول جنوب افريقيا مثل سان داونز سيكون لها حظ وافر في المنافسه. ما فيش شك طبعا سان داونز من الانديه الكبيره وليها باع على مستوى دوري الابطال الافريقي. شايف حظوظه ازاي، وخاصه انه بدا بدايه قويه جدا فريق سان داونز وتاهله لدور المجموعات يمكن بسكور كبير جدا 15-1 يمكن وصل لدور المجموعات، لكن
التنافس، شايف مين يكون هو الموجود على الاقل في المربع ده. ببدري نقول كده، ولكن بنتكلم على الانديه على مستوى جنوب افريقيا. وافريقي المنافس سان داونز هو اكبر فريق مرشح من جنوب افريقيا للتاهل للمراحل الاقصائيه. اعتقد ايضا ان لدينا كايزر تشيفز واورلاندو، ولكن الاهلي والوداد خصوصا هما والزمالك هذا الموسم بالطبع، اعتقد ان سيكون لهم موسما قويا في التنافس مع سان داونز. انا ولكني لست متفائلا للحد الذي يجعل سان داونز ينافس على البطوله. اعتقد ان سان داونز قام باجراء الكثير من التعاقدات الجيده. اعتقد ان الفريق يتعاون معا والفريق جيد، ولكن هذا الموسم اعتقد انه سيكون موسم الاهلي وسان داونز في نهائي دوري ابطال افريقيا. ديفيز برضه هاخد من كلامك، يا خلاص المنافسه انحصرت شويه في انديه شمال افريقيا، عايز اعرف منك السبب، ايه السبب على مستوى يعني طبعا الفرق الافريقيه الاخرى، لماذا انحصرت المنافسه او البطوله على فرق شمال افريقيا؟ ما ينقص بعض الانديه في افريقيا وخاصه في جنوب افريقيا للعوده تاني للمنافسه على هذه البطوله؟ اعتقد اننا يجب علينا أن ننظر إلى حجم التعاقدات وكيف تدار الأندية. أعتقد أن الميزانية في أندية شمال إفريقيا كبيرة جدا. أعتقد أن سان داونز هو النادي الإفريقي الوحيد الذي يقارب هذه الأندية العربية التي ذكرت. أعتقد أن ليس كل الأندية الإفريقية لديها القدرة على منافسة الأندية العربية وأندية شمال إفريقيا. أعتقد أن استخدام الكثير من التعاقدات وتطوير الأندية وتطوير الكرة الإفريقية ككل، كأفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا، أن تلحق بركاب هذه الأندية العربية التي تسيطر بالفعل كما وصفت أنت على الكرة الإفريقية على مستوى الأندية. يجب أن ننظر بشكل أعمق إلى تعاقدات الأندية وتطوير الأندية على مستوى المنشآت وعلى مستوى القطاعات. يجب علينا أن نلحق بركاب هذه الأندية، ليس فقط بالكلام، ولكن وليس فقط عن جنوب أفريقيا، ولكننا نتكلم عن أندية أفريقية عموما، وأن نلحق بالأندية الأوروبية. لدينا الآن لاعبين شباب يلعبون في منذ مراحل التأسيس بالأكاديميات في أوروبا، لديك الآن لاعبين محترفين في أوروبا. إذا كان لديك هؤلاء اللاعبين المحترفين في أفريقيا، فلست بحاجة إلى النظر لمستوى المنافسة المحلية. الآن أنا لا أتكلم الآن على جنوب أفريقيا بالتحديد، أنا أتكلم على أفريقيا ككل. إذا كان لديك القدرة على التنافس مع الأندية الأوروبية، حينها سنقول أنك الآن لديك مكانة في العالم، ولديك أندية لديها القدرة على تطوير هؤلاء اللاعبين، ويكون لديهم المزيد من اللاعبين لإرسالهم إلى أوروبا. بس في كمان شيء مهم جدا يا ديفيد، كمان وجود أكاديميات الأندية الأوروبية المنتشرة في أرض ويعني في أندية أو في مناطق ودول أفريقية كثيرة جدا. وجود أكاديميات من الأندية الأوروبية موجودة في أفريقيا بشكل مكثف، وبتفرغ الأندية الأفريقية من هؤلاء النجوم. فأنت شايف حل هذه المعضلة إزاي؟ طبعا الأكاديميات مفتوحة هناك يعني، وبتاخد اللعيبة المميزة بتسفرها بره، وبالتالي عملية تفريغ اللاعبين الأفارقة من سن صغيرة وانتقالهم للقارة الأوروبية بيضعف كثيرا جدا من الأندية الأفريقية. دي مشكلة. أعتقد أن هذا شيئا جيدا، وجود هذه الأكاديميات هو أمر صحي على إخراج مواهب إفريقية أكثر لأوروبا، ولكن على الأندية الأكبر في أفريقيا أن تركز. أنا أتكلم عن الأهلي، الزمالك، الوداد، سان داونز، أورلاندو بايرتس، كايزر تشيفز. هذه الأندية يجب عليها أن تستثمر في مواهبها كما تفعل الأكاديميات الأوروبية في أفريقيا، أن يكون لديك القدرة على إخراج المواهب المفيدة لناديك ولمنتخب بلادك.
هذه الأكاديميات تؤسس بالفعل. ماميلودي سانداونز الآن يفعل هذا، ولكن على باقي الأندية كالأهلي والوداد وكايزر تشيفز يجب عليهم أن يلحقوا بهذه الأكاديميات، أن ينتجوا لاعبين أكثر، أن ينتجوا مواهب أكبر لبلادهم. لا نتحدث فقط عن لاعبين مشهورين، ولكن نتحدث عن كثير من المواهب الأفريقية التي تلعب في أكبر الأندية في العالم. الآن لدي الأكاديميات لديها القدرة على إنتاج هذه المواهب وعلى تطوير هذه المواهب، ولكن لديك الأهلي، لديك مازيمبي، لديك سان داونز، لديهم القدرة على منافسة هذه الأكاديميات. أعتقد أن البلاد الإفريقية الآن لديك منتخبات إفريقية لديها القدرة على الوصول إلى السيمي فاينل في كأس العالم بفضل هذا المجهود، بفضل اللاعبين الذين يلعبون في أكبر الأندية في أوروبا. فبالتالي أنت لديك الآن الموهبة، ولديك الآن القدرة على تطوير هذه المواهب من خلال التدريب ومن خلال العملية الكشفية. مفيش شك ديفيز، طبعا وجود اثنين لعيبة أفارقة من أفضل لعيبة على مستوى العالم، أفضل خمس لعيبة على مستوى العالم، نتكلم على ساديو ماني ومحمد صلاح، ده أكبر دليل أن القارة الأفريقية مليئة بالنجوم ومليئة بالمواهب، بالمواهب الكثيرة جدا، وأكبر دليل البريمير ليج كل المواهب وكل القدرات الفنية الكبيرة على مستوى اللاعبين الأفارقة. لكن خلينا أرجع وأتكلم معاك على طبعا البطولة الأفريقية حاليا. هل أنت شايف، هل الاتحاد الأفريقي كمان لازم يعمل على تطوير هذه البطولة بشكل أفضل؟ هل شايف أن هذه البطولة يجب، بطولة أفريقيا الأبطال الدوري، هل يجب عليها أو على الاتحاد الأفريقي تطويرها بشكل أفضل لتكون على الأقل قريبة من دوري الأبطال الأوروبي؟ نعم، أعتقد أن إذا تحدثنا عن بطولة أوروبا أو بطولة إفريقيا فالفارق كبير. إذا نظرت إلى دوري الأبطال، وإذا نظرت إلى مستوى ما قبل النهائي والنهائي، وقارنت بين هذا المستوى ومستوى الأندية الأفريقية في نفس المرحلة، ستجد الفارق كبير. بالطبع هذه الفجوة بين البطولتين يقع على عاتق الاتحاد بالفعل. طيب على فضل أن بطولة السوبر ليج الآن سيكون لها آمال كبيرة لدى الجمهور الإفريقي إذا تحققت. طبعا كمان قبل ما نختم معاك، كمان حابين تقول رسالة لبيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، الحمد لله عودته من الإصابة وامتثل للتدريب مع الفريق. تقول إيه لبيرسي تاو؟ بيرسي تاو هو مصدر كبير لكرة القدم الجنوب أفريقية، هو مصدر إلهام كبير لكرة القدم الأفريقية. لا أعتقد أن بيرسي تاو سيأس، أعتقد أن بيرسي تاو هو لاعب محترف جدا في جنوب أفريقيا، ناثق في تفكيره. حينما استخدمه كوتش بيتسو موسيماني للأهلي كان على بيرسي تاو الكثير من الضغط، ولكن الآن بيرسي تاو لديه الفرصة ليعود كما كان، ليثبت جدارته بتواجده في نادي كبير كالنادي الأهلي. أعتقد أن النادي الأهلي بالفعل سيستفيد من بيرسي تاو ويفوز بدوري أبطال إفريقيا في وجهة نظري. أعتقد أن بيرسي تاو سيكون من ثلاث لاعبين في النادي الأهلي إذا نظرت إلى دوري الأبطال مع النادي الأهلي. إذا لم تكن لاعبا جيدا فلن تشارك، فوجود بيرسي تاو الآن مع النادي الأهلي هي فرصة جيدة لبيرسي تاو ليعود مرة أخرى ويثبت جدارته. ديفيز بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في المحترف وعلى شاشة قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا. بيرسي تاو ناخد من الآخر، ومع عودته من الإصابة النهاردة وحالة التفاؤل بالحقيقة اللي أنا شفتها ولمستها عند جمهور النادي الأهلي، إن بيرسي تاو يعني هيقدم لنا إن شاء الله بإذن الله متفائلين يقدم موسم أفضل من الموسم الماضي. يمكن الراجل قال كلمة مهمة جدا، إن تاو كان محمل بضغوط كبيرة جدا، سقف الطموح المتعلق بأهم لاعب في جنوب أفريقيا العائد من البريمير ليج كان سقف عالي جدا، فده صنع ضغوط كبيرة عليه. مع حالة الإرهاق والإجهاد اللي أصابت الفريق ووقعت المنظومة فأضرت بيه، يعني هو لما تيجي تبص على حالة نونز في ليفربول
لسوء حظه ليفربول المنظومه فيها بعض المشاكل فاثرت على واحد ثمنه 100 مليون، فبالتالي بيرت تاو ينطبق عليه نفس الكلام، تاثر بتراجع المنظومه حواليه. لكن مع هذا الموسم مع عوده اللاعبين بعد فتره راحه واعداد جيد جدا ومدير فني متفائلين بيه جدا وبدايه جيده، انا بشوف ان فرصه بيرت تاو افضل كتير انه يقدم موسم هايل مع بعض التدعيمات اللي حصلت اللي هتخلي العدد اوفر واكبر، يعني زي دخول برونو سافيو وعوده كهربا عنصرين جديدين رجعوا للفرقه وانضموا للفرقه، هيخلوا فيه وفره في عمليه التدوير في عمليه تخفيف العبء والاجهاد على بعض اللاعبين. فانا متفائل لان على مستوى الامكانيات ما ينفعش نختلف حوالين ان الراجل ده صاحب امكانيات عاليه جدا جدا، ما ينفعش تبقى محل شك في الدوري المصري. يعني هو راجل قدم للكرة الأفريقية ومن خلال ظهوره في أوروبا ما يؤكد تماما أن وجوده في الدوري المصري صحيح. مش محتاج أن أنت تقيمه أو تقول أنه لاعب جيد أو مش جيد، لأن ده أمر منتهي. فأنا بشوف تاو هيبقى واحد من نجوم الموسم، وبتفق مع كلامه أن فعليا مع وصول الأهلي لمراحل متقدمة إن شاء الله في التنافس على البطولات سواء المحلية أو طبعا الأفريقية. طبعا قدامنا طبعا المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، طبعا 16 فريق 4 مجموعات، على المستوى الأول النادي الأهلي والوداد والترجي والرجاء. السؤال الناس كلها يعني ترشيحاتك بالنسبة للثلاث فرق الموجودين مع النادي الأهلي ممكن يكونوا مين؟ واحد من كل مستوى. بشوف توصل المجموعة يعني؟ الأفضل لو أنت شايف، لو انت شايف ان الافضل لو اتمنى يعني تتمنى لو تتمنى. لو اتمنى يعني يكون معايا نادي الزمالك. نادي الزمالك احب اشوف نادي الزمالك معايا في المجموعه، لان انا بشوف ان ده بيخلق حاله تركيز اعلى، وبشوف ان النادي الاهلي شخصيته اقوى واقدر على فرضها تمام، وبتخلي موسمنا افضل. يعني انا كمان متفائل نفسيا بفكره وجود ويبقى اتنين فرقتين من مصر، وهيوفر عليا سفر وتعب. فانا بتفائل دايما، وتاريخيا بنقول ان الزمالك بيبقى وش السعد علينا لما يكون معانا في المجموعه، فاتمنى وجوده معانا. ما اتمناش اروح الجزائر يعني، اتمنى يكون معانا سيمبا بلاش الهلال وبلاش الجزائر. وفي الرابع يعني بشوف من مستويات متقاربه، وفي مفاجآت ممكن تحصل من أندية جديدة، فأتمنى ممكن يكون معانا المريخ السوداني. هو في جميع الأحوال يعني النادي الأهلي عن أمنيتي. لا ده أمنيتك أنا عارف. لا طبعا بص، طبعا هو دور المجموعات إن شاء الله النادي الأهلي قادر، لكن زي ما بنقول دايما اللي عايز ياخد بطولة ما يهموش أي منافس، إحنا قادرين صحيح. إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي عنده من التاريخ كبير جدا على مستوى المشوار الأفريقي إن هو يكون ان شاء الله مؤهل للوصول للمباراه النهائيه. حلم كبير زي دايما كنا العشره يا اهلي، وفاكرين طبعا يعني الحلم الكبير السنه دي كمان بقى خلاص ال11 يا اهلي، ده ميعادها ان شاء الله ال11 للاهلي والعلامه ال11 والنجمه ال11 الافريقيه ان شاء الله، ان شاء الله على تيشيرت النادي الاهلي الموسم القادم. نطلع لفاصل سريع ونرجع بقى لمعمعه الدوري الانجليزي وتالق محمد صلاح وعوده الوجه الحقيقي لليفربول. اهلا بحضراتكم مره تانية، يلا نروح على البريمير ليج يا سيد. يلا بينا. طبعا ليفربول مفيش شك انتفاضه قويه جدا جدا، 3 مباريات دلوقتي متتاليه بفوز، روح معنويه عاليه جدا جدا. انطباعك عن محمد صلاح وهذا التغيير في المود وهذا التغيير في الاداء خلال ال3 مباريات اللي فاتوا؟ يمكن بنشوف اختم محمد صلاح بما وصل له من احترافيه وعقليه يخلينا واثقين تماما انه قادر طوال الوقت يتغلب على اي مطبات بتواجهه، يتغلب على اي مصاعب ممكن يلاقيها في طريقه. محمد صلاح تطمن قوي لما تشوفه وقت وقوع الفرقه ووقت غيابه عن التسجيل، لما يتسال عن هل انت قلقان عن تسجيلك، فتلاقي الاجابه بتاعته دايما انا قلق فقط لما ما اقدرش اصل للمرمى، لما ما اقدرش اكون متواجد في الاماكن اللي انا يجب ان اتواجد فيها. يطمنك جدا انه عارف ان الموضوع مساله وقت وهتستعيد قوتك التهديفيه، والاجمل ان تستعيدها في التوقيت الافضل. يعني انك تعمل ده امام مانشستر سيتي في اعظم فتراته وفي افضل بدايه ليه، وانك توقف وحش هالاند اللي هو حديث الساعه طوال الوقت، وتكون انت نجم المباراه ونجم هذه الفتره، فاعتقد بيعكس قد ايه محمد صلاح مستعد ذهنيا طوال الوقت لاصعب المواقف. صحيح يمكن الضغط اللي حصل عليه وعلى المجموعه في بدايه الموسم افقدهم بعض التركيز، وتباعا افقد محمد صلاح بعض التركيز، وده اترجم امام المرمى في اداره الفرصه، لكنه قدر
يستعيد بشكل سريع جدا، وكمان قدروا يعملوا ده مع التخلص من الضغط. كلوب لعب دور هايل قوي قوي، فقال ان في انه خفف الضغوط دي لما قال مره واثنين احنا خلاص اعتقد ان احنا خارج سباق البريمير ليج، احنا بعيدين كل البعد، احنا بنحاول نستعيد فرقتنا. فده خفف قوي، خفف كمان على صلاح لما قال ما ينفعش صلاح يتقارن بهالاند، لا ان هالاند دلوقتي بعيد جدا وبدايته قويه جدا وصعب حد ينافس هالاند، فده ايضا خلي الامور تخف شويه عن صلاح ومقارنته بهالاند وانه مش انه بعيد هذا الموسم عن هالاند، خفف بعض الامور عن محمد صلاح. فاعتقد عوده في توقيت جيد، لكنها ما تقولكش ان خلاص انت تطمن تماما ان ليفربول رجع ليفربول. يمكن يا كابتن في اخر حلقه كنت مع حضرتك واحنا بنتكلم عن سوء اداء ليفربول، وانت سالتني هل خلاص ليفربول خارج الموسم، بتشوفه انه خارج الموسم؟ يمكن انا قلت لا، ليفربول هيرجع وهيبقى واحد من المتنافسين، لان اللي عاشه ليفربول كان الظرف الطارئ مش الظرف الاعتيادي والعادي، وفرقنا ما بين العادي والطارئ. صحيح. لكن ليفربول فعلا بدا يرجع اهو، لكنه ده ما يقولكش انه هيقدم. خلينا نتكلم على يمكن الاداء بتاع ليفربول كان محير لكثير من حتى المحللين الفنيين في بدايه البريمير ليج. ايه اللي اتغير في ليفربول؟ يعني ايه الطفره اللي حصلت او ايه الجديد اللي حصل في ليفربول في خلال الثلاث ماتشات اللي فاتوا؟ بدايه طبعا المباراه الكبيره امام المان سيتي مع دوري الابطال، مع مباراه ويست هام اللي فاز فيها 1-0. انت شايف التغيير فين؟ التغيير بدا بره الملعب. بره الملعب، بره الملعب. وزي ما قلت وشرحت، هو التغيير الذهني اولا، انت ازاي تخلص من المشكله الذهنيه؟ ده بدا يحصل بانك تتخلص من الضغوط اللي واقعه عليك. يمكن ليفربول اختتم الموسم الماضي بشكل عظيم، بشكل اقرب للمثاليه، وحرم من تتويج من بطولات ربما كان احق بيها، فده كان صنع الضغوط عليه. انت هل انت قادر على الاستمرار بنفس النهج؟ وكان صعب على اي فريق في العالم انه يخسر بطولتين بهدف في البريمير ليج، فرق هدف او فرق نقطه، فرق نقطه ومباراه صعبه جدا في يعني البطوله سرقت في عدد دقائق قليل، وكمان في دوري ابطال اوروبا كنت الطرف الافضل في المباراه النهائيه وخسرتها. فكان ده ربما بيخلق يعني بعض المشاكل على اللاعبين، انت مش ضامن ان انت تقدم نفس هذه العروض القويه. لكن في النهايه قدر كلوب في الفتره الاخيره انه يعمل بعض التغييرات من خلال انك تزيل او تزيل هذه الضغوط من على اللاعبين. ده حصل، ثم اصبح اكثر مرونه خططيه، بمعنى ان هو مش مصر على نفس الشكل ال 4-3-3 اللي هو النهج العادي اللي اصبح مقروء للجميع. لعب 4-4-2 المباراه، لعب 4-4-2 واصبحت في عمليه تبادل ادوار جوه الملعب بشكل اللي هو روتيشن مع اللعيبه. ارنولد بدا بالظبط يعني وانك تدفع ببعض العناصر اللي تخليك او تصعب مهمه الخصم انه يقرا انت بتلعب بانهي طريقه. يعني على الورق 4-4-2، لكن داخل الملعب اللي بيحصل الموضوع صعب. عمليه تبادل ادوار فيرمينيو مع كارفالو مع صلاح مع جوتا لما كان موجود، دي بتخلي الشكل اكثر تعقيدا على اي خصم، بتصعب مهمه الدفاعات انها تقدر توقف ده. فاعتقد ان هو الجاهزيه النفسيه والازمه الذهنيه قدر كلوب من خلال المؤتمرات الصحفيه وتصريحاته الدايمه، ويمكن ده حصل بشكل هايل في مباراه مانشستر سيتي لما قال في المؤتمر ان احنا مش قادرين ننافسهم ماليا، فخلى الخناقه كلها في حته الفلوس وان احنا مش قدهم في المنافسه، وانشغل هو بحاجه ثانيه، خلى الجمهور والاعلام والميديا والناس كلها بتشتغل على ان مانشستر سيتي وحش مالي ومحدش يقدر ينافسه و و و، وهو كان شغال في حته ثانيه. فهو ذكي جدا في انه قدر يتعامل مع المشكله الذهنيه. طيب قبل ما نروح للمان يونايتد كمان وصحوه كبيره جدا جدا والفوز على توتنهام، عايز اخد رايك سريعا في اليسون حارس مرمى ليفربول. كان كمان كان مفتاح عوده الثقه وعوده الاطمئنان لجماهير ليفربول وكمان يورجن كلوب، لان اداؤه طبعا الاسيست اللي عمله محمد صلاح بانقاذ ضربه جزاء في مباراه ويست هام كمان دور مهم جدا لحارس المرمى. بنتكلم على دور اللعيبه، دور المدرب، لكن كمان حارس المرمى يعني عامل اداء اكتر من رائع. صحيح يا كابتن، انا عايز اقول ان اليسون الوحيد في منظومة ليفربول اللي كان بيلعب بشكل مش بشكل جيد، لا بشكل أكتر من ممتاز، يعني والفرقة في أسوأ حالات هذا الموسم كان هو الوحيد اللي بيقدم أداء مبهر، ويمكن حفظ كرامة ليفربول في أوقات كتير جدا، وبدي النتائج ماتشات يمكن برايتون 3-3 في غياب أليسون الماتش ده كان ممكن يطلع 6-7 وما كانش يرجع ليفربول بالاساس اكتر من مباراه. فالجميل في أليسون هذا الموسم انه الفرقه واقعه والفرقه فقد تركيزها والفرقه عندها مشكله نفسيه، هو الوحيد اللي قادر يحفظ اتزانه وقادر يحافظ على حاله تركيزه. الفرقه حلوه مش حلوه، انا في افضل حالاتي، فبالتاكيد له دور مهم جدا. وزي ما انت وضحت يعني في مباراه زي مباراه ويست هام اي تعثر كان هيرجع الفرقه تاني لمرحله الضغط، لان يا كابتن عشان تتخلص
من الضغوط وتستعيد الثقه انت محتاج عدد مكاسب متتاليه على الاقل 5 6 7 انتصارات محتاج يعني. ان انت مكاسب متتاليه فهنا دور اليسون بيتاكد مرارا وتكرارا قد ايه هو مهم في هذه المنظومه زي ما بالظبط كورتوا مهم في منظومه ريال مدريد ولعب دور مهم قوي في توجيه البطولات لريال مدريد. طب نخلينا نتكلم على المان يونايتد كمان اللي كمان ماشي بخطوات ثابته الى حد كبير وفوزه على توتنهام في مباراه رائعه انا في اعتقادي من افضل المباريات اللي لعبها مان يونايتد هذا الموسم هو مباراه على المستوى البدني على المستوى التكتيكي مباراه رائعه وفوزه 2-0 على توتنهام. طبعا هي مباراه يعني افضل مباراه لإيريك تين هاج في البريمير ليج وامام خصم قوي يعني كان اختبار صعب قدام منظومه بتدافع بشكل قوي جدا قدام مدرب تكتيكيا من اصعب المدربين اللي تواجههم لكن لاول مره من فتره طويله جدا بنشوف نادي مانشستر فريق مانشستر يونايتد بيهاجم كابتن بالظاهرين بهذا الشكل يعني بتشوف دالوت ازاي بيفتح ملعب جهه اليمين وان هو بيراوغ ويعمل عرضيه واللي بينهي الهجمه الظهير الايسر شو فبالتالي احنا شفنا ادوار هجوميه لظاهرين مانشستر يونايتد وفعاليه كبيره جدا جدا على مرمى توتنهام وده ما حصلش يمكن من فترات طويله ويمكن من سنين طويله مانشستر يونايتد بيعاني ازمه او غياب الدعم الهجومي للظاهرين فده كان متواجد ايضا دخول كاسيميرو انا بشوفه ربما اذا تم البناء عليه يمثل نقطه التحول في مانشستر يونايتد زي ما كاسيميرو كان هو حجر الاساس ونقطه التحول اللي بنى عليها زين الدين زيدان تحول ريال مدريد ومن خلاله ادى الحريه وحرر توني كروس ولوكا مودريتش وانفجر ريال مدريد النهارده بتتكرر نفس التجربه ان كاسيميرو الرجل اللي بيعطي الحمايه الكامله للاعبي الوسط والظاهرين بيحرر بشكل اكبر برونو فرنانديز ومعاه فريد وربما قدام شويه مكتوميني هيكون اكثر فعاليه في المنطقه دي خلى مانشستر يونايتد يلعب بشكل هجومي افضل خلاه قادر ايضا على ان هو يفسد التحولات فانا بشوف ان استمراريه الدفع بكاسيميرو في هذه المنطقه هتخلي وسط ملعب مانشستر يونايتد افضل بكتير جدا هتخلي شكل الحريه كمان لفريد اللاعب البرازيلي بالظبط فريد يعني وبرونو فرنانديز الاسماني المحاور الحريه وبيزيدوا في الناحيه الهجوميه بشكل اكتر رائع بدليل ان فريد يعني احرز الهدف الاولاني كمان صحيح يعني في حريه في الاداء ادى اضافه كبيره جدا صحيح تاني كريستيانو رونالدو ما زال برضه مثار للجدل والقلق قبل المباراه ما بتنتهي بثواني بيغادر ارض الملعب وبيخش اوضه اللبس يعني قبل نهاية المباراة تعليقك على الجزء ده وهل تين هاج كان بيحافظ شوية كمان على كبرياء رونالدو ان هو مش عايز ينزله آخر 5 دقايق والنتيجة تعتبر حسمت علاقة تين هاج مع رونالدو رايحة لفين يعني انا بشوف ان خروج كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد هو مهم جدا جدا لمانشستر يونايتد ومهم لتين هاج ومهم كريستيانو رونالدو نفسه لان كريستيانو رونالدو شخص اعتاد ان يقال لي كل يوم انك افضل رجل في هذا الكوكب هو رونالدو شخص بيتغذى على ده يعني ايام ما كان مورينيو بيدرب ريال مدريد كان دايما لازم في كل تمرين صباح الخير رونالدو انت احسن واحد بالظبط هو راجل بيتغذى على ده فانك تحوله للاعب بديل وما يشاركش وان كمان بيتصنع عليه ضغوط اكبر لما يشوف الفريق افضل من غيره الفريق لما اعتمد عليه امام نيوكاسل تعثر وتعادل لما خرج المنظومه اقوى امام خصم اقوى صحيح توتنهام وبيشوف المنافس ليه في منتخب البرتغال او اللاعب اللي كان فيه بعض المشاكل بينه وبينه برونو فرنانديز بيتالق جدا جدا صحيح. في التكتيك الجديد وبيسجل فبتصنع مشاكل نفسيه اكتر عند رونالدو فرونالدو غير قادر على تحمل هذا الظرف وهذه المعطيات وهو شخص ما بيحبش يشوف نفسه غير ان هو افضل رجل في الكون فبالتاكيد خروجه مهم جدا ليه وخروجه مهم جدا ويمكن بعد المباراه يمكن بعض الناس حبوا يسالوه هو كان يعني معلقش خالص على خروجه قبل نهايه المباراه تين هاج كان بيتكلم كمان انه تصرف غير مقبول وقال هتعامل معاه من خلال صحيح بس انت لما تشوف يا كابتن الصحافه الانجليزيه وكل اساطير يونايتد او اساطير الكره الانجليزيه بشكل عام بلاش نقول يونايتد لان احنا قرينا قبل كده وعرفنا ان رونالدو بيتواصل مع نجوم يونايتد السابقين اللي هم في الاستوديو حالا وانت بتتكلم واحنا بنتكلم دلوقتي على الموقع مانشستر يونايتد بيدرس فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو منذ دقائق يعني احنا لسه بنتكلم بنفس الشيء وعلى المواقع الرسميه ملهاش حل يا كابتن لان مانشستر يونايتد الموضوع
وصل يعني لدرجه اللي خلاص يعني الموضوع بقى دمه تقيل حتى على كريستيانو ومحبيه. يعني بص يا كابتن، هي ملهاش حل، لازم مانشستر يونايتد يرفع شعار الاهلي يونايتد فوق الجميع. لو انت ما طبقتش الشعار ده انت هتعطل مسيره تين هاج، اللي هو الفرصه الوحيده او يعني الفرصه المثاليه لانقاذ يونايتد من سقوطه وعصرته، انك تعيد بناء فريق قادر على التنافس خلال السنوات الجايه. تين هاج، إريك تين هاج فرصه يجب ان يتم استثمارها بشكل جيد، ورونالدو هو عصره في المشروع ده، فخروجه مهم ممكن جدا. ممكن يكون غير كده، يعني انا من خلال يعني لعيب بهذا الحجم وبهذا القدر كان ممكن يلعب دور من خلال تين هاج، لان تين هاج اول ما جه قال لك انا حبني على كريستيانو. يعني هو الراجل ما جاش قال لك لا انا مش عايز النجوم الكبار وكريستيانو بره، لا يعني هو قدم مبادره اول ما جه قال لك لا انا مشروعي القادم هيساعدني فيه جزء كبير جدا كريستيانو رونالدو. لكن زي ما انت بتقول الايجو بتاعت كريستيانو رونالدو صحيح، وعظمه كلمه انا، وخلال السنوات اللي فاتت ان هو نمبر 1 زي ما بيقولوا كده في مجال كره القدم، هو شايف نفسه هتوديه على فين؟ هو مش معترف يا كابتن بالتغييرات اللي حصلت. هو رايح على فين؟ يعني هو حتى دلوقتي خلاص يعني تين هاج قال لك هو غير متواجد في صحيح في تشيلسي، المباراه القادمه امام تشيلسي هو بره خلاص، بره الفرقه يعني. لكن انت شايف كريستيانو رايح فين؟ يعني ايه البديل؟ كريستيانو يعني كريستيانو امام مصارين. اولا عليه الاعتراف ان كاس العالم هو نهايه مشواره الفني، مشواره في كره القدم. انت دلوقتي قدام مصارين، اما الاعتزال واما انك تتعامل مع وجودك داخل الملاعب كونه استثمار، بمعنى ان انا واجهه اعلانيه لمشروع ما، دوري ما زي الدوري الامريكي مثلا، وبتتعامل من هذا المنطلق ان انت راجل مش مطالب بانك تقدم افضل اداء ولا انك تقدم القدرات اللي احنا متعودين عليها من كريستيانو رونالدو. لما نيجي نتكلم على اسطوريه رونالدو، فيعني هو يجب او يعني مهم ان هو يهتم بطريقه الخروج، بطريقه توديع الملاعب. انا بكلمك البدايات بالنسبه لاي لاعب كره بتبقى بدايات صعبه، ولكن مشوار النجاح بتاع كريستيانو عظيم رونالدو جداً. عظيم وما حدش يقدر يتكلم عليه، لكن النهايات كمان بتكون مهمه. لازم يعني الذكي، الشخص الذكي يختار صحيح هذا التاريخ الكبير ازاي تختمه. صحيح، الشخص الذكي هو اللي بيختار الطريقه اللي يخرج بيها. يمكن احنا شفنا واحده من اعظم لحظات كره القدم، محمد ابو تريكه وهو بيخرج ويعتزل ويسقف لجمهور الاهلي وبيتوج بدوري ابطال افريقيا، والجمهور بيقول له ما تبطلش كوره، احنا لسه عايزينك ما شبعناش منك. فبالتالي مفترض ان كريستيانو رونالدو يمتلك عقليه الخروج، لكن انا بشوف ممكن يا كابتن رونالدو مازال مهووس بفكره قدرته على تحطيم الارقام، مازال مهووس بفكره الاستثمار يا كابتن، لانه وجوده كلاعب وكواجهه عالميه بيعطي ارباح كتير جدا وارقام فلكيه. فاعتقد ان هو بيفكر بالطريقه دي برضو، ده جزء انا وجودي في الملاعب موسم واحد فقط ممكن يضيف لثروتي قد ايه. فبالتالي انا متاكد ان ده واحد من المعطيات المهمه اللي بتحدد ان هو عايز يكمل. بس ما تجيش على حساب النهايه السيئه او حساب انت خلاص، يعني هو يعني مش محتاج قوي، ممكن 200 مليون يورو يعني 300 مليون يورو. الموضوع لازم بيتحسب بعقلانيه شويه يعني. صحيح. انا شايف كريستيانو رونالدو يعني كاس العالم نهايه عظيم. عارف انا بالنسبه لي ايه حتى افضل بالنسبه له؟ ايه؟ حتى ينهي المشوار الاخير في النادي اللي بدا فيه، يرجع تاني بالظبط، يعمل يعني يعمل سنه لشبونه، سبورتنج لشبونه، يلعب سنه هناك، رجع لنفس النادي بيعمل شكل كويس للدوري البرتغالي للنادي القديم، وبالتالي ينهي. ولكن او التقارير دلوقتي ربطاه بروما وربطاه بمورينيو، احتماليه ان هو يروح مع يختتم مع مورينيو، لكن انا اعتقد هيضيف لنفسه مزيد من المتاعب زي ما مورينيو نفسه بيعاني وبيواجه مشاكل في ان السبيشال وان، السيره العظيمه جدا جدا مع فريق بيعاني مش لاقي نفسه. خلي بالك المشاكل دي بتسمع في العالم كله يعني طبعاً. كل مشكله بيعملها كريستيانو رونالدو من خلال خروجه قبل المباراه او كل ده بيوصل للتقارير، خلاص الدنيا بقت مفتوحه صحيح، وبتبقى عائق وبتبقى مشكله لرونالدو الانتقال لاي نادي تاني. صحيح، انا بشوف يا كابتن ان درس رونالدو هو يعني درس للجميع سواء للاعبين او للادارات، انك ما تكونش عبء على فرقتك، ما تكونش عبء على جمهورك، ما تكونش يعني. احنا شفنا لاعبين كتير طول الوقت بيحطوا مدراءهم الفنيين في موقف حرج امام الراي العام ويستغلوا اسمهم الكبير في ان احنا لازم نلعب، انت ما بقتش قادر، انت ما بقتش مفيد لمنظومتي. فده درس مهم للاعب، ما تكونش
ما تضعش ضغوط على فرقتك وجمهورك. ده حصل لا والدرس ده كمان اعتقد لازم يروح لبيكيه طبعا السرد وبوسكيتس. وبوسكيتس احنا بنتكلم على بوسكيتس علشان بعد الفازل عندنا الدوري الاسباني. لكن قبل كده تعالوا نشوف مع حضراتكم يمكن ترتيب الدوري الانجليزي البريمير ليج، وما زال الارسنال متصدر هذا الدوري بشكل اكتر من رائع. وكمان عايز اخد والساده المشاهدين بيشوفوا الترتيب كمان. كلمني عن الارسنال، الارسنال اللي عامل موسم وبدايه اكتر من رائعه. الارسنال ب 27 نقطه ويعني 9 مباريات 27 نقطه. اعتقد لا في مشكله دي. 9 فوز يا كابتن. هو عنده خساره وحيده هو في 10 مباريات خسر. تمام معلش يا ايهاب معلش ما خدتش بالي. ماشي ارسنال على الصداره، المان سيتي في المركز الثاني، توتنهام في المركز الثالث، تشيلسي رابع، مان يونايتد بيقرب بقى في المركز الخامس، نيوكاسل في السادس، ليفربول سابع، برايتون في المركز الثامن. كمان ليفربول بيقرب يعني بخطوات ثابته، برايتون في المركز التاسع، كريستال بالاس 10، بونموث في ال 11، فولهام 12، ويست هام في المركز ال 13، ساوثهامبتون 14، ايفرتون 15، وليدز يونايتد في المركز ال 16. اخر اربع فرق استون فيلا، وولفهامبتون، توتنهام فورست، وليستر سيتي. طبعا ارسنال قدم بدايه عظيمه جدا جدا، لكن اللي عايز اقوله ان اللي فات شيء والقادم شيء. اللي فات انت كنت بتلعب بلا ضغوط تماما، مجرد من اي ضغط. معظم الفرق ما كانتش شافت او ما وصلتش لافضل حاله ليها. مع بدايه كل موسم بتبقى محتاج وقت عشان تصل لاعلى فورمه وافضل حاله. حصل بعض الهزات لبعض الفرق، غيرت مدراءها او مدربينها. فبالتالي المرحله اللي عدت حاجه، والقادم لارسنال شيء تاني خالص. انت من النهارده او من المباريات اللي جايه هتعامل كونك المتصدر، الفريق الاقوى، او واحد من اهم المرشحين للبطوله. فالموضوع بيتغير وبيختلف تماما لما بنتعامل معاك كونك بيتكلموا على سياسه النفس الطويل. صحيح بالظبط. فهنا هيصنع ضغوط اكتر عليك اولا كارسنال. هنا دور ارتيتا ازاي انت بتتعامل مع الظروف دي، وبتحاول انت تاخد الضغوط وتمتصها ليك وتخفف عن لاعبيك. دي واحد. رقم اتنين، شكل الخصوم هيختلف امام ارسنال. هيكون في احترام اكتر لفريق مرشح انه يكون بطل. هتكون الحوافز والدوافع عند الانديه ان انا اعطل المتصدر اكبر، فهيصعب المهمه اكتر واكتر. كمان لحد النهارده ارسنال ما حصلش فيه اصابه مهمه، فلو حصل اصابه مهمه مع مرور الوقت الموضوع بيتغير. فانا بشوف ان التحدي كبير جدا جدا، لكن على اقل التقدير نقدر نقول ان ارسنال قادر يختتم هذا السيزون في المربع الذهبي. وده شيء مهم جدا انه يرجع لدوري ابطال اوروبا، لان ده مهم من الناحيه الماليه، ومهم من ناحيه ان انت تستكمل المشروع اللي انت ابتديته بتدعيمات افضل تخليك المواسم اللي جايه. اقدر اقول ان ارسنال خلاص استعاد جزء كبير جدا جدا من شخصيه ارسنال وهويه ارسنال اللي جوارديولا اتكلم عليها. ويمكن ده واحد من العوامل اللي هتصنع ضغوط، ان جوارديولا انتقل من محطه ان ليفربول ما زال المنافس ليا مش ارسنال، الى محطه ان ارتيتا مش بس غير شكل ارسنال، لا ده غير هويه النادي بالكامل واصبح ارسنال فريق بطل. فهنا تبدا الضغوط تزيد، بتبدا المصاعب تظهر. منافسه ما بين يعني المدرس وتلميذه زي ما بيقول، ما بين جارديولا وارتيتا، هنشوفها خلال الاسابيع اللي جايه في البريمير ليج. نطلع فاصل سريع ونرجع لدوري اخر ايضا متسم بالقوه، هو الدوري الاسباني. برشلونه ريال مدريد هيعملوا هذا الموسم، نشوف بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. يمكن هنتكلم على الدوري الاسباني، لكن مع يعني قبل الفاصل كنا بنتكلم على الارسنال وتصدره للبريمير ليج، وحتى على دوري في الدوري الاوروبي اوروبا ليج بيفوز على اندهوفن 1-0، وتشاكا في الدقيقه 71 بيحسم وصول الارسنال للاضواء الاقصائيه في الاوروبا ليج. كمان على مستوى اوروبا ماشيين بشكل اكتر من رائع، وعلى مستوى البريمير ليج كمان صحيح متصدرين. واحنا سمعنا الخبر وبالتالي اتكلمنا احنا هنا في المحترف على تشاكا والادوار اللي بيقوم بيها مع ارتيتا، ادوار رائعه على مستوى الهجومي. صحيح، اخد ادوار هجوميه اكتر، اتحرر اكتر، واصبح بيتبادل الادوار مع الجناح مارتينيلي. فكره انك ما تبقاش اللاعب المتوقع ولا الخصم المتوقع، دي بتربك اي خصم وبتساعد على خلق المساحه وخلق الفرصه وبعدها القدره على التسجيل. يمكن ده حصل مع تشاكا السنه دي، وايضا مخلي مارتينيلي لاعب صاحب فعاليه عاليه جدا جدا فيما يتعلق بالارقام الخاصه بالتسجيل وصناعه الاهداف. اعتقد ان
ارتيتا استفاد كتير جدا جدا من شخصيه واسلوب جوارديولا مع مانشستر سيتي، واستنسخ كتير من افكاره، لان دي فكره واحده من الافكار اللي بنشوفها، فكره تبادل الادوار ما بين المحور والجناح ومين فيهم بيدخل ومين بيخرج طول الوقت ما تعرفش تمسك مين. فدي كتير من الافكار ارتيتا بيطبقها مع ارسنال، ومخلي الفرقه بصراحه ماشيه بشكل جيد جدا. اعتقد ان مهم قوي قوي ان نشوفه متوج ببطوله هذا الموسم. وهرجع يا كابتن معاك تاني لقبل انطلاق الموسم ان شاء الله، زي ما قلنا هنا في المحترف، ان انا متوقع ارسنال يتوج ببطوله وباليوروبا ليج بالتحديد، لان فعلا الفريق هيجني ثمار استقراره في السنوات الاخيره ودعمه لمشروع ارتيتا رغم الهزات اللي مر بيها والنتائج المتراجعه، لكن حصل رهان مهم عليه، وده الرهان اللي مهم يحصل مع تشافي لما نيجي نتكلم فيه. طبعا ارتيتا من المدربين الكبار، وشكلنا قريب كمان هنشوف مدرب مصري في البريمير ليج، يعني كل الامال على نجمنا الكبير طبعا محمد النني. بنجيب سيره الارسنال، يبقى محمد النني كمان من خلال طبعا الاخبار المتداوله انه فعلا حصل على البي لايسنس من الاتحاد الانجليزي، ومستعد ل الحصول على الرخصة التدريبية الاي لايسنس، بعديها ان شاء الله البرو لايسنس. ومن الواضح ان محمد النني ان شاء الله بيأهل نفسه من بدري، وده شيء مهم جدا، ده شيء اكتر من رائع انه بيأهل نفسه على مستوى التدريبي، انه يكون متواجد في الاستيج وفي مرتبة وفي دراسات يعني مكثفة لحصوله على اللايسنس المتاحة ليه، وده شيء مهم جدا. وهو بيلعب كمان بيفكر في المستقبل اللي جاي، وده زي ما بقولك كمان ده مهم قوي يا سعيد. ومش عايز اقول ده يا ريت يحصل عندنا، لان عندنا مشاكل كتيره جدا في اللايسنس. لا يا ريت يا كابتن. يعني ايه؟ لا تقول يا ريت يا كابتن. مهم. خلينا واقعيين بس، يعني هو اصلا ما بنعملش يعني اصلا محاضرات، ما بنعملش اللايسنس عندنا كمان، العمليه صعبه بس احنا جدا. مش هنتحول ولا نتنقل الا بكده يا كابتن. حلو. يعني انا اقول لك جدا انني ان هو بيفكر. صحيح. بيفكر، هو شايف ممكن يكون مدرب كويس حتى لو ما كانش بيفكر في انه هيبقى مدرب، لكن معاه يعني بيأهل نفسه. يعني حتى لو المنظومه في الكره في اداره الكره المصريه مش مساعداك كلاعب انك تؤهل نفسك وتجهز نفسك انك تكون مدرب جيد، فانت بمبادره فرديه ممكن تعمل ده، لان احنا مش هننتقل حقيقي في كره القدم الا لما نمتلك عدد كبير من المدربين المؤهلين واللي عندهم درايه يا كابتن بالتغيرات الكتير اللي حصلت في التكتيك وفي كره القدم، لان احنا بعاد كل البعد. يمكن يا كابتن انت رجل حصلت على شهادات مهمه، وانا بقول لك شهاده فعلا انا صادق فيها جدا، من لاعبين تدربوا مع حضرتك بينقلوا قد ايه ان الوحدات التدريبيه معاك بتختلف تماما عن كل المدربين اللي اشتغلوا معاهم، وده ناتج على ان حضرتك درست وحصلت على شهادات كانت صعبه جدا مش سهله. والعدد اللي حصلوا على شهادات ودرسوا الدراسه دي في مصر ممكن نعدهم على يعني مش هنلاقي. فاحنا عندنا ندره في امتلاك هذه الكفاءات التدريبيه. اتمنى محمد النني يكون نموذج وامتداد لعدد كبير من اللعيبه حتى اللي بيلعبوا دلوقتي، علشان نقدر يا كابتن نخرج مدربين بجد. انا بتفق معاك، لان عندنا مشكله في مش هقول لك في المدربين، لكن في الاعداد، في اعداد المدربين. انا عايز اقول لك رقم واحد بس، على مستوى المانيا انت بتتكلم في تقريبا في 1650 واحد معاه البرو لايسنس. صحيح. البرو لايسنس غير الاي لايسنس بالالافات يعني في قاعده كبيره جدا جدا. صحيح. من المدربين اكيد بتنعكس على اداء، اكيد بتنعكس على الكره بشكل على حل البلد. يعني بلجيكا واحده من الناس المهتمه قوي ان عدد كبير من لاعبيها الحاليين ومنهم دي بروين انه يتم تاهيله كمدرب من دلوقتي. ويا كابتن ده بينعكس ايضا على اللعيب دلوقتي جوه الملعب، انت لما تقعد تدرس طبعاً. الحالات دي طبعا وانت في الملعب لسه، فده بيتطور ادائك اكتر. جوندوجان النهارده مع مانشستر سيتي وهو في عمر 33 سنه بينزل يحسم بطولات وينزل يحسم ماتشات ومن غير جهد كبير، مش محتاج جهد كبير ولا حاجه، هو عارف بيتحرك امتى وفين عشان يستقبل الكره عشان يحولها لهدف وينهي ازاي. ما كانش كده قبل 30. ليه؟ لانه مهتم قوي قوي بالوحدات التدريبيه دلوقتي، مهتم قوي قوي بالتكتيك، وحصل على اكتر من شهاده، والى جانب ده بينزل يدرب فريق الشباب في مانشستر سيتي ويقوده في بعض المباريات. فهنا يا كابتن ده اللي بيحدث الطفره، ده اللي بيحدث التطوير. يعني محمد النني انا كنت مبسوط جدا وانا بشوف ان هو مهتم بده، وبتفائل ان شاء الله ان هو هيكون مدرب عنده عقليه مختلفه. يعني عكس عليه ان شاء الله كمان، ومحمد النني يعني كمان ممكن جدا يكون ان شاء الله يعني في المستقبل القريب باذن الله احنا نفسنا نشوف مدربين في البريمير ليج، مدربين مصريين يعني. صحيح. ده يعني من احلامنا ان احنا نبص كده على ماتشات البريمير ليج ونلاقي مدير فني مصري واقف على الخطوط وبيلعب جارديولا وبيلعب يوجن كلوب،
يعني حلم كده نتمنى ان شاء الله، ويمكن بدا النني بالخطوه الاولى. كل التوفيق للنني. اهلا بحضراتكم مره تانية. عايزين نتكلم بقى على الدوري الاسباني، وخاصه نتكلم على برشلونه. برشلونه يمكن المباراه امام الريال الكلاسيكو اثر كتير جدا على معنويات جماهير برشلونه بشكل كبير. شايف في الدوري الاسباني ازاي انحصار المنافسه ما بين الريال وبرشلونه، ابتعد شويه اتلتيكو، شايف كمان برشلونه راي على فين؟ برشلونه الحقيقه كابتن كان بادئ الموسم بشكل جيد جدا جدا، وقدم مش بس نتائج، لا قدم اداء وافكار تخليك متفائل بانك قدام فريق قادر على التنافس لاخر نقطه في بطوله الدوري، وخصم صعب ومنافس صعب لريال مدريد. لكن نقطه التحول حصلت مع الاصابات، وده اول اختبار حقيقي لاي مدرب في بدايه الموسم. لسوء حظ تشافي انه افتقد اهم عناصر، لان مشكله برشلونه في السنوات الاخيره كانت مشكله دفاعيه بشكل اكبر وفي العناصر بالتحديد، فده اضطرك انك تعود الى الخيار الأسوأ، بل وأسوأ من الأسوأ، انك تعتمد على بيكي في قلب الدفاع وتعتمد على بوسكيتس. ربما نقطه بوسكيتس دي خاصه بتشافي نفسه، لان تشافي هو اللي مصر عليه، عنده خيارات تانية ما جهز حد اللي يلعب مكانه. لكن اللي ارناه في التقارير الاسبانيه في الايام الاخيره ان فعلا في اتجاه لاستبعاد بوسكيتس من التشكيل، وانه هيعتمد على عناصر تانية خلال الفتره الجايه، وحتى برشلونه هيدخل الميركاتو من اجل تدعيم بعض المراكز، ومنه مركز بوسكيتس. فانا بشوف قدره برشلونه على التنافسيه متوقفه على فلسفه ومنهجيه تعامل تشافي مع الفتره الصعبه دي قبل كاس العالم. العدد المباريات اللي جايه مهم انك تخرج منها بافضل شكل، ما تفقدش نقاط كتير علشان يبقى الفارق بينك وبين ريال مدريد. هو لغايه دلوقتي 0-0، طبعا برشلونه بيلعب فيا ريال، مباراه صعبه جدا، المباراه صعبه ما فيش شك، يعني اعتقد عدى نص ساعه تقريبا 25 دقيقه صحيح، تعادل 0-0. المرحله دي اللي بتدخل الشكوك وبتتعرض للهزه، مهم انك تتجاوزها بمكاسب علشان تبقى قريب، لان انا واثق ان برشلونه قادر يستعيد شخصيته تاني، ومع عوده كوندي الفريق بدا الدفاع هيبدا يتحسن، ثم اراخو بعد شويه بعد كاس العالم، ثم مع التدعيمات اللي ممكن تحصل في الانتقالات الشتويه، فده هيخلي الفريق شكله افضل. لكن ازاي هتعدي المرحله دي؟ مهم قوي انه يعدي المرحله دي بنتائج جيده ويفضل قريب. في نص الملعب بعد التقارير كان بيتكلموا مثلا على محتاجين وسط ملعب مدافع بشكل كويس، كانتي من تشيلسي، انت شايف مين من خلال رؤيتك ناقص جزء او حلقه في وسط ملعب برشلونه عشان العمليه كمان يبقى في ربط مناسب، وفي يعني الحاله الدفاعيه لفريق برشلونه للاسف يعني صعبه جدا جدا جدا. يعني انا بشوف ان برشلونه للاسف الشديد حط نفسه في ورطه، لان التدعيم في الميركاتو الشتوي صعب تاخد لعيب كلاس ايه، صعب تاخد لعيب وخاصه في المركز ده، طبيعه لاعب الارتكاز اللي هو بيقوم بادوار مهمه قوي بتبني عليها كل شيء، زي ما شرحنا يا كابتن دور اهميه كاسيميرو في تجربه زيدان ريال مدريد، ثم التحول اللي بيحصل مع تين هاج دلوقتي، صعب تلاقي لاعب بامكانيات عاليه جدا جدا في التوقيت ده. يمكن يعني يمكن انا قريت خبر يقول لك قد ايه برشلونه متاخر، انه بيتفاوض حاليا مع انزو فرنانديز، لاعب ارجنتيني شاب 20 سنه انتقل الصيف ده للدوري البرتغالي. يعني كان هو محط اهتمام مانشستر سيتي وبرشلونه وريال مدريد وانديه برتغاليه، في النهايه انتقل للدوري البرتغالي. طب انت ليه بتفكر فيه دلوقتي وليه استنيت لما سعره يعلى واستنيت؟ متاخرين شويه. متاخرين. فانا اعتقد انه كان مهم يدخل الموسم ده بلاعب في هذا المركز، لكن الحل الافضل في التوقيت ده انك تشتغل على ديونج اكتر، وانك تستفيد بيه اكتر، او انك تعمل تحول تعتمد على تين ارتكاز مثلا في بعض المباريات، تعتمد على كيسي مع ديونج. في اكتر من فكره انت ممكن تلجا ليها وتشتغل من خلالها. فانا بشوف الموضوع متعلق بتشافي اكتر وبقدرته على التعامل مع الظرف الصعب ده. طيب لو اتكلمنا على تشافي ويعني المفروض الفتره اللي جايه يعمل ايه مع برشلونه، نتكلم على ريال مدريد ومع انشيلوتي. وانت شايف ماشي بخطوات اكتر من رائعه، ريال مدريد بيقدم كوره جميله، كوره هجوميه بشكل كبير جدا. شايف ريال مدريد كمان هو لغايه دلوقتي هو فارق شويه عن برشلونه، يعني لو قلنا 3 نقاط يعني قبل المباراه دي، قبل الكلاسيكو اقصد يعني. بص يا كابتن، انا بشوف ريال مدريد يعني اشبه بوحش الفريق الموسم الماضي بيفوز بالليجا وبدوري الابطال وهو مش في افضل حالاته. الموسم ده في حالة أفضل بكتير جدا
من الموسم الماضي. ريال مدريد منظم جدا جدا يا كابتن طوال الوقت، في الحاله الدفاعيه ما تقدرش توصل لمرمى، وعنده قوه هجوميه غير عاديه، في انه انت ما تعرفش مين يا كابتن بيلعب فين. يعني انت لما اتفرجت على مباراه الكلاسيكو والمباراه الاخيره امام ليتشي، ايوه صح، انت ما تعرفش مين بيلعب فين حقيقي فعلا. انت باستثناء لاعب الارتكاز الوحيد مثلا بيبقى تشاوميني، الرباعي اللي قدامه مع المهاجم كريم بنزيما هما خمس مهاجمين، ما تعرفش مين بيلعب فين. فالفيردي بيبدا وينج رايت بتلاقيه متحول بشكل تام من ناحيه الخط، عامل طفره في ادائه غير طبيعي. يعني هو لعيب مميز، لكن السنه دي واخر السنه الموسم اللي فات فالفيردي من افضل، يعني مش عايز اقول اجنحه ولا وسط ملعب ولا بتلعب باك يمين، صحيح متعرفش، هو بيقوم بادوار معقده يعني. وده لحسن حظ انشيلوتي طبعا، هو قايم بدور عظيم جدا، يعني هو قايم بدور عظيم جدا جدا انشيلوتي في ان هو يرفع وعي لاعبيه فيما يتعلق بالحركه وتبادل الادوار، لكنه ايضا محظوظ بانه بيمتلك لاعبين اشبه بمدربين جوه الملعب، سواء كروس او مودريتش او حتى فالفيردي، نابه قوي. عشان كده ليفربول قدم عرض في وقت ضيق ب 100 مليون لضم فالفيردي. فانا بشوف هو مدرب منظم جدا ومحظوظ بامتلاك لاعبين مش خروج كاسيميرو، لكن شفنا على طول تواميني، وبعدين نسخه افضل من كاسيميرو، لان يعني لاعب عنده قدرات اعلى، هو المقاومات البدنيه موجوده، الوعي موجود، لكن عنده كوره افضل، عنده صحيح. قدره على انه يعمل مراوغه، على انه يعمل زياده هجوميه، على ان هو يخلق فرصه تهديف، قوه بدنيه غير طبيعيه. فبالتالي ريال مدريد لا، عملية الإدارة وعملية إدارة التعاقدات بتسير بشكل عظيم جدا، يدرس يعني يتم تدريسه في كل مكان. فبشوف إن ريال مدريد مش هيقف إلا إذا أراد ربنا يوقفه بقى، إذا كان ربنا أراد يوقفه أو بإصابات. أول الجزء اللي أنت بتتكلم عليه إن تشافي خلال الفترة اللي جاية قبل كأس العالم يحافظ بشكل أو بآخر عشان على يمثل ضغط عليه، لأن المهم تبقى قريب منه. على الريال اللي مش عايزين نكرر الموسم الماضي، يبقى الريال يعني حاسم البطولة من قبلها يمكن بثلاث أو أربع أو خمس أسابيع يعني. صحيح، لو تشافي قدر يصل إلى كأس العالم في مسافة قريبة من ريال مدريد مع استعادة شكل الفريق، انت ما تعرفش ايه ممكن يحصل في الموسم، لان لو حصل اصابات مهمة في ريال مدريد ده هيأثر جدا أكيد. جدا على شكل الفريق، لان هو الفريق قوي بالعناصر اللي موجودة في الملعب، وربما في عنصر او اتنين تانيين بتدور من خلالهم هاي. لكن مفيش عدد كبير يخليك تتعامل مع اصابات، لو حصل اصابتين ثلاثة في الفرقة بالزبط. ده ممكن يعمل هزة، فلازم يبقى برشلونة ما يفقدش ابدا ايمانه وحظوظه في المنافسه، عشان كمان نستمتع يعني. الامور في الدوري الاسباني بتبقى ممتعه للاسابيع الاخيره، بيكون في طبعا منافسه شديده ما بين يعني ريال مدريد وبرشلونه، كذلك على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى الدوريات يعني احنا بنتابعها مع حضراتكم هنا في المحترف. في طبعا استخدام حلقتنا سعيد، بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده، بتنورنا يعني. انا اللي بشكرك جدا يا كابتن، وكانت حلقه زي ما قلت في البدايه دسمه جدا وفيها تفاصيل كتير، بشكرك يا كابتن. شكرا جزيلا، الشكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، نهايه الاسبوع، لقائي مع حضراتكم ان شاء الله يوم الاثنين في يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.